من الضروري أنه المسؤولين عن الرياضة في مصر، المسؤولين عن الثقافة في مصر، المسؤولين عن الإعلام في مصر يجتمعوا لكي يضعوا ميثاق للأخلاق يلتزم به الشباب. احنا في ثورة، والثورة بتنادي بالمحافظة على كرامة الإنسان. هل ما يحدث دي محافظة على كرامة الإنسان المصري؟ الأهم من كده ان المسألة ما بقتش بقى اقتتال مع آخرين، ده اقتتال في داخل مصر بين شباب مصري. لابد ان يكون هناك نوع من التوعية من البيت والمدرسة والجامعة والإعلام حول ما هي العناصر، ما هي المبادئ التي لابد ان يلتزم بها الشباب الذي يقومون به المشاركة في أي مباريات مش كرة بس. احنا قمنا بثورة عظيمة من نحو سنة أو أكتر، يعني شاهد بها كل الناس في مصر وفي خارج مصر، ثورة ما حصلتش أبدا. استعدنا الحرية واستعدنا الكرامة وأسقطنا الفساد وسقط النظام وكل ده، لكن الدنيا اتدهورت بعد كده. يعني استعدنا الحرية بس ما فرقناش بينها وبين الفوضى، كسرنا حاجز الخوف لكن كسرنا معاه السرطة إلى آخره. يعني فمحتاجين نفكر مع بعض إزاي نستعيد المسيرة النبيلة الجميلة اللي كل الناس بتحييها وبتحبها لكي نرفع مصر عاليا قدام. اي اولتراس بيسام، لو 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 الناس مش فاهمة الديمقراطية صح او فاكرة ان هم مش هيتحاسبوا على اي حاجة، لان ثقافة الاولتراس مثلا ان انا ممكن لو لو اللي هو التعصب الزيادة عند الاولتراس اللي هو ممكن ان انا اخد شيرت حد عشان مثلا اللي هو اسمي علمت على الجمهور، ده هي الثقافة كده كما توصلش لحد القتل واللي حصل ده كله. لكن السبب في كده الناس فاكرة ان اي حاجة بتحصل او مثلا اللي هو اي حاجه هيعملها مش هيتحاكم مش هيتعاقب عليها او مش هيتحاكم فبيعمل اي حاجه، ده سبب اللي حصل او سبب القتل اللي ممكن يحصل الحاجات دي. لكن ثقافه الالتراس عامه لو في بلد عارفه ديمقراطيه صح عمرها ما توصل لحد القتل لاي حاجه. يا ريت التعصب الموجود في كل الانديه ده يقل شويه، لان احنا عندنا الالتراس عموما دايما زي ما تقول اللي هو بتبقى عباره عن خناقات ومعارك، دايما هم بيحاولوا ان هم يحاربوا بعض في المباريات، قبليها بتبقى على النت على الانترنت الالكترونيات دايما بيخشوا على النت احنا هنقتلكم ده احنا كده، ودايما على طول احنا دايما بوجه رساله للالتراس عموما ان هم يهدوا شويه في التعصب، لان احنا كلنا اخوات وكلنا مصريين. ده اللي احنا كنا المفروض نستفيده من بعد الثوره، ان طالما انت اهلاوي او زملكاوي مفيش فرق خالص، انت مصري لكن كنت بتشجع فريق، فانت ده حاجه تفيدك ان انت تشجع الفريق وتشجعه بتعصب لكن بروح المنافسه الشريفه.